احتفلت العاصمة الروسية موسكو بما يعرف بمهرجان ماسلينيتسا، والذي يعني مهرجان الشمس. يعد الاحتفال بهذا المهرجان تقليدا عند الشعوب السلافية، احتفاء بانتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع. ومن أبرز طقوس هذا المهرجان في روسيا حرق أكوام من القش تغطي مجسما لدب روسي، فيذوب القش حول المجسم ويبقى الدب واقفا. يرمز هذا الطقس لانتهاء السبات الشتوي عند الدببة ومغادرة أوكارها، حيث يعد الدب رمزا لروسيا.